السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعا مصطفى القازمي في أول ظهور له بعد تعرضه لمحاولة اغتيال عبر استهداف منزله في المنطقة الخضراء وسط بغداد بثلاث طائرات مسيرة إلى ضبط النفس واللجوء إلى الحوار، فيما سخر منه زعيم ميليشيات حزب الله أبو علي العسكري من تصريحات القازمي قائلاً أن لا أحد يرغب في خسارة طائرة مسيرة لقتله، وأن هناك وسائل أقل تكلفة لتنفيذ ذلك، وهو ما اعتبره مراقبون بأنه استخفاف وأهانة علنية لسلطة الحكومة. هذا وأكدت مصادر مطلعة أن ثلاث طائرات مسيرة حامت في محيط مقر إقامة القازمي في المنطقة الخضراء لأكثر من ثلاث دقائق، أسقط منها طاقم الحماية المدنية اثنتين بإطلاق النار عليها، إلى أن الثالثة تمكنت من رمي حمولتها في من المخزوفات على أعلى منزل القازمي، الأمر الذي أسفر عن إصابة أفراد من طاقم الحماية بجروح. وأشارت المصادر إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى أن إطلاق الطائرات تم من داخل بغداد، فيما أعلنت السلطات الأمنية حالة الطوارئ القصوى في العاصمة. شكرا لحسن المتابعة.